بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعشر كيني بقل يا أفر يا لحدانات كان ماذا عشر ذي تحنها ينوس عضي كساب صلاة تفسير كقرآن ككريم كسورة البقرة ولي وحان كل حجرنا أرنتي كساب صلاة صدح ضد القضوات هالمر مدعي كران مسمايا ولو حان كجرنا جمهورتي قبتين ودعيو دليل ذيذي دليل كس لحاد وحال إلى هذا حديث ركانة أيالينا ركانة ابن عبد يزيد ركانة عبد ابن عبد يزيد محولة حديث وحاول نرد حديث كان هو حديث مضربة وضعيفة أجرى انت أصوصيوت أيال وشيك شيكي مركا وحديث ضعيفة مركا قولنا مدلي شنكرته لبدا قولوا مننا مدلي شنكران والإسكو عايدين يايو قولوا وحي ليهين مثلا جمهورتو حقبان متكا أنك عن دلي شنينو بعد صحيحة انت كلنا وضعيف ووحي وريي وضد وضا شيعي يبلايا وريسي ساسو إمام نووي ليهي كتابك أو صحيحي شرح صحيح مسلم ساسوله شيعة يا وري روايات صحيحة وامدان تن مركا محيلة هذا هاي ركانة نلديه جري حاسكي سأيو فري مركا سفرتانكي وحل لها مر صد حذيب وكفري مرنا وحو يدي واي فرانتهاي وات فرانتهاي وات فرانتهاي يمجلس كي صد حراس مركز رسولك أشياء أما صدح ذي وكفر هرم من هيدا هذا أما صدح قور هيدا هذا في مجلس لبضوا هذا وسعر ورين وحلا حديث قال لقدر أي كم تاعي مركز رسولك وحيدي إلهي ما كوجد داري ما مد بعد أجدي مركز الله صدح ما كوفري ما مد أجد هذا وما مد بيا هيد مركز هو هايدي مركز هو مركز هل أمبا أتكفر تاي رواية دا اي جمهور تهيسة تاي واكاس سادرت ادو حيليهين حد اينا صدح دو لعنا هاين لارين تقولن كا رسول كو داريي معنى مكانتين رسول كا نوحا مستحيل كا وحاو ان مارتي وحان معنى لهاين انو دادك كو داريو مستحيل بي كتاي اسم ديسا يا مقام كي صلى الله عليه وسلم ومترجم كي هاي شرعي الهي إلهي مارت إنقص ورمي يوحو إلهي نجرب أرنت النائتة أرن خطير أو خصيصة قيسسك مركا بلاش أمرنا أرننا وحو داري إن يصدق ذل على هيد تاسع جمهور تطير قليها كل نوح إليهين حديثك بقى وضعيف مركا مرد وضعيف هاي عدة لي شنكر تاي مجرته عد برمبا وريسي لكن هدنا واعون عد لها يسوا ولا صحيح ولا واي مركا تانا عن هالك أوجب حنو وحجر مركا لبا حديث وكله أو أد يجو كأدا عن معلو وين كفر دينين أو أد منكر يو لقط المعمى يجون ويجيران كوا واسكي قد بينا وحا كله أو أرنت أنت ذا أي دليل شنيان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وحديث ك أرنت أن الحضن توه لأن أنت نور نوان صوشك نوال سوق خلاف سيهاي ولا وحصيح مجرو وحي صحيح أنا إن قضية أنت ذا أي كجاه الله يسي إن كلا خلاف كساكوي لكن حديث ك ماشى الحضن توه أن أركض دونه ني صحابي جي وريي وعبد الله بن عباس ها وخلافي وي وخلافي ونن با او يمد امركاسو وحو يدي عبد الله بن عباسو ناقتيدي بان صدخدي كفر مخان ييلا
wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu yidhi waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan, ninkii ilaahay ka cabsada ilaahay jid buu u furaa. Adiga ilaahay maadan ka cabsanin. Maxaa jira ilaahay ka cabsigiisa wuxuu ahaa in dalaaqa la tashiisho oo mar la furo oo mar labaad ilaa mar saddexaad, saasay adigu saddexdaadii baad israacisay. ilaahay maadan ka cabsanin, wax aan ku haya male, naagtaadi way kaa furantay, wacasayta rabbaka, intaas isu raaciyay. Waana atharkaasi athar saxiixa weeye. Marka waxay leeyihiin xadiidkan kada muslim uu warinayo cabdullaahi, muslim uu ka warinayo cabdullahi ibn cabaas, dee ninkii wariyey ayaa khilaafayba. ugu dambaysta qodobka ugu dambeeya ay yidhaheen waxaa ka mid a waqaca wuquucu thalaathan qad incaqada alijmaacu calayhi fi casri fi cahdi cumar. wax kastaba haatay intii ka horreysay, laakiin waqtigii cumar, sayidina cumar yaa waxaa lagu ittifaaqay saddexda dalqadood inay dhacayso, na waa yidhaheen. oo arintaas sidaasa in laysku khilaa, in lagu waafaqayas waxaa wariyey daara qutni, taxaawi, bayhaqi, saas waana saxiixa in laysku waafaqay. marka doodii hore waa intaasun, wax weyn oo kale ma jirto. haddii lada haysana waa intaas. qolyahan ka soo horjeeda oo aan tiradooda hor usoo sheegnay, aan ka aqrinay kitaabkii Fathulbaariga, iyagu waxay haystaan waxaan soo socda unba haystaan. intan kaloo dhan waa wada radiyeen oo axaadiistii ama waa wada saxiix ama waa wada daciif. kii saxiixana sariix kuma aha in saddexda loola jeeday, inay wuxuu saddex ahaayeen looma jeedo. oo hadda midna wuxuuba ahaa xadiidkii Faatima binti Qays, iyada waaba caddaatay oo dalqadii saddexaad bay ahayd. xadiidka rifaacat alquradi baa la yidhaha, kaas xadiidka rifaaca alquradina isna batta talaaqi bay tidhiho, marka inay saddexda ahayd lagama fahmayo. fa batta talaaqi, lagama fahmayo saddexda. saddexdana way noqon kartaa markii saddexaad buu ifurayna way noqon kartaa. baynuunadu waa sidaas. marka taasna xadiidkaas kale oo saxiixana waadix kuma aha, saddexdii dalqadood baa dhacayay kuma aha. marka meeshan waxaa jira marka hal xadiid oo weyn ayaa jira oo cabdullahi ibn cabaas uu warinayo rasuulka uu ka warinayo sala allahu calayhi wasalama. xadiidkaas cabdullahi ibn cabaas taawuus nin ilaa baa ka wariyey oo xertiisa ka mid a, muxuu leeyahay kaana dalaaqu, kan waxaa la yidhaahdaa nabigaa yidhi ma dhihin, laakiin waxaa la yidhaahdaa saxaabigu markuu sidaas yidhaahdo waxaa la isku raacsan yahay xukmi almarfuuc inuu yahay. saasay ahayd waqtigii nabiga hadduu saxaabigu yidhaahdo. wuxuu yidhi kaana dalaaqu, dalaaqu wuxuu ahaan jiray calaa cahdi rasuulillaahi, rasuulkii ilaahay intii uu noolaa, wa abi bakrin, abi bakar labadiisan iyo barhkii uu muslimiinta madaxda u ahaa, wa sanatayni min khilaafati cumar, iyo laba sano oo intuu sayidina cumar muslimiinta madaxda u ahaa, toban sano ayuu ahaaye. wuxuu ahaa talaaqu thalaath, saddex ninkii ku fura naagtiisa oo yidhaha ama saddexdii baan kugu furay, ama yidhaahdo waad furan tahay, waad furan tahay, waad furan tahay. af carabiga waxaa la yidhahda antitaaliqun, 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 yacni saddex goor saas yidhaahda, labadaba waa la yidhi talaaqu thalaath, labadaba waa la yidhi. marka inaan labadiiba sheegna wey. wuxuu ahaa waaxidatan, mid un buu ahaa. haddaad maanta oo dhan haddaad ku celiso oo tidhaahdo waad furan tahay, waad furan tahay, waad furan tahay aad tidhaahdo, kow haddaad tidhaahdo saddexdii baad ku furan tahay, mid unbay ahaan jirtay waqtigii nabiga, waqtigii sayidina abuubakar, labadii sano oo hore ee sayidina cuhmaan, waxaan ujeedaa cumar ibn khataab. saas halkaa markay mari cumarna ninkii u yimaado uu garaaci jiray u arkana waxani inay yihiin wax dembi ah, inay dembi tahay uu arkayey, uu garaaci jiray bay dadka, waan soo aragnay
حديث سعيد بن منصور بن صارقني وقراع جري يا وحو يلي باليلي سي داتكني أي وحن أدايان سي يعني سيابل ما لغو فصيرا يعني ما شيء قدونا أرنتن دنبقى يقلت قور فريتان كان غلط كا وحبلا لها دينين اكتابك إلهي لغو حياريو سي لويريو ننكي كان وإن لغو واجبيبا سي أي بركان أكتي أي وقب حصته بركان كدن بلغو مرنا عيام عنيه وي والردع عقاب وتعزير ساسالين وتعزير مركا تعزير هم باللوقات فقال عمر الخطاب إن الناس لبهانتي داتكو قد استعجلوا وحي دقدق سدين ويكو دقدقين في أمر أرن أو كانت لهم فيه أناء أرن أي كفير سنجرين أرن هذا كهر أي كفير سنجرين أو أي هايد إن أي ماركتي صدح ديبا إسراعيان أي كدك دقيني فلو أمضيناه عليهم حدان كفلون كم المرين كورما فأمضاه عليهم مركاسو كم المريي إلى أن إساقا خليفها وحولي هاي ترجيح بولي هاي مسائل كخلافك أنا ترجيح أيولي هاي اجتهاد نولي هاي عليهم مركاساس أي لغم المري حديث كاسوحا وريي مسلم باوريي أبو داود نووريي نساء نووري رواية دا أبو داود وضعف با كجرة وحين شاكتا وحالقوة غير المدخول بها يوليها ناكتو أسننكو أقل موني والإنتا مهر سنتي وإن آذان أتاقين وإذان لا أقل قلين وإن حاس كتلقين وحبا يا لوجه دا يليها لكن رواية دا المسلم باكا حوق بضان مرك حديث أرنتو أي سيدا صريحنا أتهاي قوينة أه وكم لبربر لغوة لواي مرك وحال اسكو دي إن لدردرو وحي عالو بلان لغو دردرو لكن واسعوه وحي كانت مرك إدن بإن ليجده هذا إن لفصيرو حديث كان لمن نقدين كرو ولواي ضعفي مالي لا متنا ولا سندن يمنا بدك على قيب إسقى كاميرا وسيدنا عمر إنه قان كان قاتينا دويبة قبامبا إنك سأصيغ مفصل كحديث كان لوري إنه عمر قان كان قاتي هل كان ويكو جرتها حديث كي دار قدني أولينا ينهض عن شجنينا وإنت مفصل كأ مرتي وقصة عرارة إنك سأ دوي إسكو حديني هنا مركو أولي أرن أي كفر سنجرين يي ما أنت كدك دجانا أن كوع قابنا أن كم مال مرنو أنت كدك دجان وحيت هينا والله قرنية مركا مرنكو حقوقك تاعيني مرنكو حقوقك تاعيني هاي رسولك صلى الله عليه وسلم كما صبنا حديث صحيح حديث صحيح كما صبنا أو طلاق صدحه ومال مريي أما وديدي منه كاس أو لعانك أيها كجرة كان لعانك دي شبه هذا وين بولي هايو لعانك نفتي سالوك لتغي فرقة دي ساقا كياني فرقة فرتان وكوي لعانك أحكام تيسوي كاعدك تاي مركا حديث نبي أنا صلى الله عليه وسلم لقوري وصحيحة أو صد حذي way dhacday iyo saddexdi madhicin hal mar mujtamaacatan iyadoo ah bay dhacday ninkeen karana male madhicinna ninkeen kara male oo kan ahayn kan ugu xog badan oo dhahaya madhici jirin waqtiga nabiga sallallahu alayhi wasallam marka xadiis saxiix ah oo dhahaya saddexda madhici jirin waa kan waxa muqaddade talaaqa waa la yaqiinay quraan buu ku soo degay dadku way sida say u yaqiineen ma banaan jirin xaaladaha ama nabiga loo keeno oo muranka gala maysan banaan jirin saasan yaan la warinin sayidina uthman marka sayidina ali waxaan u jeedaa umar waxaan u keenay amarkan uu fuliyay muxuu yahay islaamka saxagu ka gala waxbu nasakhi kara
ma wuxuu nabigu ama qur-aanku soo degay ama uu nabigu sameeyey yuu nasakhi karaa maya maxay yihiin marka waxani waxaa la isku dayay in la fasiro dadka damcay inay fasiraan waxaa ka mid a imaam weyn oo shaaficiyada ka mid ahoo dadku aada uma yaqaanin laakiin a'imada waaweyn oo surayj la yidhaha ibnu surayj wuxuu yidhi waxaa jiri jirtay inuu ninku yidhaahda naagtay waan ku furay waan ku furay waan ku furay saddex jeer marka saddexdan saddex baan kugu faraydo ma aha saddexda thalaathadan ma aha arfak la dhahayo saddexda la sheegay waxa weye saddex jeer buu wuxuu dhihi waan ku furay waan ku furay waan ku furay markaasaa waxaa la weydiin jiray wuxuu dhihi jiray aniga mid unbaan u jeeday inta kale waxay ahayd adkayn xoojin ilaan mid unbaabaan leehaye marka waxay leeyahan waxaa la ogaabaya inay mid uuni dhacayso marka xoojin yay ahayd marka dadka hore waxay ahayn dad hagaagsan oo ilaahay ka cabsanayo oo maaragtay warkiisa la qaadanayo laakiin hadda waxaa dhacdaa la yidhi intay iyagoo ula jeeda inay saddexdiiba ku fureen yaa markii la weydiiyey waxay dhahay hal mar baan u jeeday marka ha lagu meel mariyado waa saddexdaas saddexdan goor uu yidhi waan ku furay waan ku furay waan ku furay ee uu leeyahay adkayn baan ula jeeday ee mid unba iga ahayd yaan laga yeeline ninkii dambe ee waxaa noola yimaada si waxaan loo daayo caadadan loo daayo way furan tahay yidhaahdo horta nusuusta jirtaa waa intaas sayidina cumar marka arrinta noocaasoo kale ah xukunkeedu muxuu yahay waxay noqon kartaa arrintaasi arrin daa'im ama ah isagoo wuxuu u keenay arrin buu ku cilaajinayay arrin la iska dayn waayey oo qalad ah ayuu wuxuu rabay inuu ciqaabo dadki sayidina cumar waxaa marka taariikhdiisa marka la eego fahmiga uu islaamka diinta islaamka uu leeyahay ayaa inta kaleo dadka dhan way ka sarreysay sayidina cumar waxaa jiray masaa'il asxaabta dhan intay isku qabsadeen uu ka diiday markii dambena oo qur-aan uu haysto qur-aan uu leeyahay aayaddaa saas sheegaysa waxaa ka mid a masalan nimanka mujaahidiinta la yidhaahda ee dagaalamo markii qolo lala dagaalamo oo qolo gaalo ah lala dagaalamo oo dagaal inaga dhexeeyo wixii haniime ahe laga soo qaado ee laga furto haniimada sida loo qaybiya qur-aankaa sheegay khumus waxaa iskale ilaahay iyo rasuulka dowladda iskale afar meelowdana waxaa iskale dadkii dagaalkaa ka qayb galay oo ninkii waranla ahaana uu mid leeyahay ninkii faras wataana laba saami leeyahay sidaasuu qur-aanku sheegay waa qur-aan sayidina cumar markii dowladdii islaamku ay fiday yaa waxaa la qabsaday dhul beereed aada u weyn oo meel la yidhahda sawaadul ciraaq koonfurta ciraaq meesha uu kusoo daaco webigan weyn ee la yidhaahda furaad iyo dijle ay kusoo daacaan dooxo weyn oo barwaaqo ah oo caan a weye marka dadkii mujaahidiinta ahaa ama kusaadii waxay dhaheen dhulkan annagaa iskale hana la siiyo qur-aankaasaa sheegaya sayidina cumar wuxuu yidhi may qur-aanku kan ma sheegayo kan qur-aanku ma sheegaya dhulkan waxaa wax ku leh muslimiinta oo dhan baa wax ku leh waa la isku qabsaday wuxuu u deliishaday marka laga hadlayo haniimada suuratu lxashri saddex aayadood oo isdaba socota oo haniimada ka hadlaysaa jirta oo sidii loo qeybiyey haniimadii ree bani nadiir waxaa la siiyey koow lilfuqaraai almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim waa muhaajiriintii koow yaa kale waladiina tabawa-uu daara waliimaana min qablihim waa ansaarti haddana maxaa ku da waladiina jaa-uu min bacdihim marka wuxuu yidhi intaa oo dhan waladiina jaa-uu min bacdihim waxyaalihii yar ee markaa mood ah la qaybsanaya maahane dhul haddii maalintii idinka laydin wada siiyo muslimiinta kale xaggay aadayaan wuu ka diiday tiisii buuna meel mariyey taas waa mid ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku soo dejiyey
زكرة تتكلا سينيو سنف اللي هذا والمؤلفة قلوبهم ده أي تهين لسود ويو قبائل كان ممكن ما دحضوا وها وهذا وحلا سينين فتنة بلايا أبو ريا إن وحلا سيو كوح مركا قادن جرتي باجرتا وقبائل كواوين عربتا كلا شيء ونبي قلنا وحول بدن سينجري سيدنا أبو بكر وسينجري ما لندن بي نمان باقوي يميد نمان كيئة سيدنا أبو بكر وقتي وسوها خليفها وحق عيرا مركز تأهانجري أما وزير الأول أهانجري عمر سيدنا أبو بكر باقوي يميدين نمان كاسوا مؤلفين تي وحوضة هلا سيو سامي قودي هلا سيو مو أغري وكجح جاحي وركتك بلوحة نسينا الملح وأبو إسلام كو ضعيف كأها وبهنا إن لين سصبو يا أرين تكونوا كساب سيدين بلو هذا محادثة ما ينكرتان إسلام كو حوغي سيدين وكديدي أبو بكر بيكون نقضانا ورمع ذيقا خليفاء بيدي هنا وماشي حكومة مسا إساقا إساقا حكومة إلافويدي مسألة ذا نوا ومسألة ذا أوليات عمر بالي سيدنا عمر كأن ذا وما ركتي وحاج جرتو كله قفك توقع إن هدو حدق عن تلقو قويد القرآن ميكو سارورت لكن سنة دو حد عي أبار لي دا عام الرمادة بارد عي وحو يلي وقتك مباهيبا جرتا دادك وحاج شبها وحاج جرتا إن قاجة او قيسي إن اي وحضان وحق عانه لقوني اي مجرو إلا برواقع اي كان نقطة دانو دادك وحاك لو جرتي نين أصحابتي كم إذا قال لي جري حاتم ابن أبي بلتعة لبويل أو أشقيني سي يا وحضي مركزو سود دعويي توقو وحسي حدين وحسي 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 وفيري إساقبو قراعي وحيد كوان aad gaajay sayday markay gaajoodeen ya markaas ay waxaan maahan ma waxa la adiga adaa ku qasbay marka waxa weeyaan tandarij fi hadhihi fi qadiyadan adilladi wakwas waxa jirtay laakiin nasiib darro waa la isku laayay dagaalka waxa soo galay aniga hadda dagaalka ma كهر بان أنيق أرنت الدمية بموقتهاي كذال بواح كسوق على ابن تيمية وأد الدفاع أي رأي جندم به إلى دتك أي مودان قضية أو دب أسون ولا يي ابن تيمية أي تهاي إجماع وخلافة ابن تيمية إن أي تهاي يوحي كدم بيه إيسا كرها عي لكن حق هذا مركز إيسا أستاذ إيسا عشان يجند كبار الصحابة الركم إذا أي قبي haddii markii dambe sayidina umar ku raaceen waxay ku raaceen waxay ahayd un de arintan oo tacsiirta waxa kale oo idinka iloobay qofka khamrada cabad waxa weeyaan 8 4tan jeedal baa lagu dhuftaa laakiin haduu ku ceeshado ila 8tan baa looga dhigaa la kordhiyay saxaabta way kordhisay marka geesi gelin in 3 lagu furo haweenka ma aha geesi waxay ahayd إن لقوا عقابه تعزير سيؤديان هدي مركا تاريخ هدي بلو ايغو إن سد حدا لقلاده إن سد حدا لديده حقاي فائدة دو كجرتا حد حد وحي فائدة دو كجرتا وددك مصلحة دو اي تهي إن ليدا سد حدا مرنا عايسا سببتو حوي إنك سمالي ده دان هاي إنك ما بكالا نقانبا وابا ninku markuu arado saddexdii aan ku furay buu dhahdaa baabki ilaahay u furay ee maaragtay talaaqa ee rajcada oo maaragtay inta la soo qoomoodo la soo laabanay bay hal mar iska xidhayaan markaasa miis xilli qildhay iyo waxyaabo muharram ah oo muhalal iyo wax saasay galayaan marka hada intaad muhalal iyo aad aadi lahayd oo haaraan oo taysul mustaar la yiri soo maanta ogama maslaxa badna dadka in la yiraahdo saddexdii mar dhacaysa mid baa dhacaysa oo khaasatan iyada oo haddana ay shubahaad kala jiraan oo dalaaqu markuu dhacayo sidiisa badan cadhab badani ay jirto
iyaduna ay jirto qofku markuu aad u cadhaysan yahay xaaladda marka la yidhaahdo al-ikhlaaq uusan qofku waxba kala garanayn uusan dalaaqiisuba dhacaynin iyo tasarufaadkiisu aysan dhacaynin marka arrinta horta waa sidaasi waxaa la rabaa insaaf ah isagoo nina lala jirin nina la waxaynin maaragtay ilaa asxaabtii bay arrintan yaa laysku soo hayay adilada la haystana waa kuwaas uun nin keeni kara daliil intaa aan sheegay ka baxsan fasiraad in la fasiro un maahane oo qolwalba sida iyagu u fasiranayaan uu ra-yigii madhabkiisa ku xoojinayo ama xadiiskan kada daciifintiisa in loo raadiyo in wax laga sheeg sheego maahane nusuusta meeshan ku soo aroortay oo kutubaha annaga aan soo baadhnay oo dhan ay sheegayaani waa intaas sida marka waa masalo qadiim ah oo intaasoo jirtay marka sida ay maslaxadu ku jirtaa waxa weeye ninka qaadiga ah ee dalkaa jooga waddanka markaa la joogo dadka hay-atalqadaha iyo joogta yaa tarjiixinaysa iyagoo fiirinaya maslaxo maxaa jira midna ma aha bidcana ma aha baatilna ma aha waa masale ijtihaada oo lagu soo ijtihaaday rasuustana waa isla iyagii marka bal iska dhaaf intaasoo asxaabi ahe hal ruux yaaba mararka qaarkood hadduu ijmaaca khilaafo yuu xaqu raaci karaa xaquna ma aha maaragtay codayn la codaynayo oo la tiro badan yahay ayaa tiro yar iyo ma aha marmar badanoo jumhuurta laga toosan yahay baa jirta marka insha allahu tacaala masaladan oo masalo dhib badana aniga waxaan geliyay waqti badan baan geliyey aad baan u baadhay kutubo badan ayaan ka soo baadhay mulakhaskii marka iyo gabagabadii waa intaas marka إن شاء الله تعالى عشر كنا انت عسيان كسوة قبقبيننا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.